يقول: ما حكم من يعمل في محلات تؤجر الخيام والكراسي والأواني في مناسبات الأفراح والمآتم؟ الأفراح المباحة مثل حفلات الزواج التي ليس فيها إسراف ولا منكرات لا بأس بذلك، أما الأفراح المحرمة كالمآتم التي يقيمونها على الأموات لا يجوز تأجير الخيام والأواني لهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.